السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة معانا نموذج من السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة معانا نموذج من نماذج الإعلام المصري العظيم، كما عودنا الإعلام المصري على النماذج العظيمة اللي بيقدمها. فالنهاردة معانا رأس عالمية لولبية جديدة لسه نازلة في السوق، اسمها وسعوا عشان هفسي. أنا كنت مسافر في الصحراء ومشواري طويل، غصبني اروح عندك وابيع مواويل. انا كنت مسافر في الصحراء ومشواري طويل، ايه اللي غصبني اروح عندك وابيع مواويل. اتاريك ما شفنا يا جماعه رقصه وسعوا عشان هفسي من اجمل والطف الرقصات اللي ممكن نشوفها في حياتنا بصراحه. جايز بنات كتير قوي تشوف ان الموضوع سهل وتافه، لكن لو فكرت تعمليها هتفشلي والله العظيم، هتفشلي يا بنت. ليها قواعد واساسيات لازم نمشي عليها. ركزي معايا كده ورقه وقلم عشان نمشي مع بعض ونتقن الرقصه. واحد، لازم تكوني محجبه. لازم تكوني ايه؟ محجبه عشان تاخدي ثواب الرقصه. كلنا عارفين ان من قواعد وشروط قبول الحجاب انك انت تعرفي تلبي. هتلبي قدام الكاميرا وورا الكاميرا، هتلبي في اي حته. دبل فيس لب، دبل فيس ايه؟ لب. اتنين، شفنا عدد من 4 لـ5 امبليه ريفرس لورا. امبليه ايه؟ ريفرس. عندنا اتنين نوعين، نوعين من الامبليهات يا بنت. في الامبليه الامامي ده مش عايزينه، ده ادم خلاص كده راحت عليه. عندنا بقى الامبليه الريفرساوي اللي هو هنرجع بالامبليه ونهز ونلب ونرقع، نرقع في وش الجمهور، في وش الجمهور مش في خلف الجمهور. تالت حاجه، جاتنا 60 نيله كلنا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.